السلام عليكم. أفادت نماذج رقمية للرصد الجوي اليوم الثلاثاء بداية من اليوم الأربعاء ستشهد بعض الولايات أمطار رعدية غزيرة، كما أشارت النماذج الرقمية إلى أن الأمطار تخص كل من ولاية شلفتي بازا الجزائر العاصمة البوليدة وكذلك ولاية مدية زيوزو بيجاية إضافة إلى جيجل سكيكدا عنابة وطرف، وتكون أكثر غزارة في كل من جيجل وبيجاية بكميات تتراوح بين 20 إلى 25 ملمتر محليا، وهذا ظاهرة يوم الخميس. كما سيكون البحر من مضطرب إلى هائج على السواحل الغربية والوسطى، ثم ينتقل الاضطراب إلى الشرقية، والرياح ستكون قوية بسرعة تتعدى 60 كيلومتر في الساعة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.